على أرضية الملعب البلدي بالداخل الذي ظهر بحلة جديدة بعد تكسية أرضيته بالعشب الاصطناعي وتشييد بعض مرافقه، دخل لاعبو المولودية المحلية مواجهتهم أمام فريق فتح سيدي بنور وأعينهم على نقاط المواجهة الثلاث لتحسين وضعية الفريق والمصالحة مع الأنصار الذين حجوا بأعداد غفيرة على امتداد المباراة، بل فضل بعضهم معاينة مجرياتها من زاوية خاصة وتحت أشعة الشمس الحارة التي اشتدت مع حرارة المباراة مع انطلاقتها، حيث لاحت معها في الأفق مساعي ونوايا أهل الدار في إكرام الضيوف عبر بلوغ الشباك مبكرا من خلال فرض السيطرة والتحكم في أنفاس الحوار والاندفاع نحو شباك الزوار الذين نهجوا خطة العودة للخلف والتحدث بلغة المرتدات، وأفلحوا في الحفاظ على نظافة الشباك في الفصل الأول من النزال رغم المحاولات الجادة للمحليين كما نعاين. نفس السيناريو سيتكرر خلال جولة المدربين رغم التغييرات التي شهدتها تركيبة الفريقين مع يقظة لاعبي الفتح الذين حاولوا مباغثة المحليين في مناسبات عدة دون أن يغيروا من نتيجة اللقاء المرسومة قبل أن تأتي الصافرة معلنة عن نهاية الحوار على إيقاع الأصفار. احنا المقابلة دخلنا كنا عازمين باش نحققوا واحد 3 نقاط اللي شحال هذه وحنا البطولة متوقفة، ودوك المباراة المؤجلة داك التوقيف ديال البطولة بزاف هو اللي خلانا خلى داك التنافسية مع الفرق، ما داك الاحتكاكات وداك الشيء اللي بيعطينا واحد الدفعة داك الشيء هرب علينا كيف ما تيقولوا بسميتو. والمهم حنا راه نقطة راه حتى هي راه غادي تنفع من هنا لقدام، واليوم جينا باش نحققوا نتيجة إيجابية. بالنسبة لينا تعادل راه نتيجة إيجابية، وبالنسبة للمقابلة أنا وكي شفتو كانت مقابلة جيدة من الطرفين، حاولنا باش نمتصوا الحماس ديال الفريق ديال مولودية الداخلة، توفقنا بشكل كبير انه ما نقبلوش اهداف والحمد لله. حوار الازرق الاخضر ينتهي اذا ابيضا بلا غالب ولا مغلوب، ونقطة يتيمة تنضاف لعدادي الفريقين لم تغير من وضعيتهما في مؤخرة الترتيب.